أحد أكثر اللحظات التي كانت ستكون مرعبة في كيميتسو نو يايبا كان تحول تانجيرو إلى الشيطان. ففي اللحظات الأخيرة لموت موزا شاهدنا جميعا يا جماعة أن تانجيرو كان حرفيا قد تحول إلى الشيطان وقد فقد السيطرة على نفسه. كان قريبا جدا من إيذاء زملائه، ولكن رغم ذلك تمكن من السيطرة على نفسه وعن موزن الذي كان يريد التلاعب بمشاعره. تخيل فقط يا جماعة ماذا كان سيحصل لو أن تانجيرو قد تحول إلى الشيطان، كيف ستكون النهاية؟ هذا سيكون موضوع فيديو اليوم الذي سيتضمن حلقة طبعا يا جماعة لمن لا يريد أن يحرق على نفسه في هذه الأمور، فيجب أن يغلق الفيديو ويضع لايك ويشترك إلا بيشترك، وسنلقاكم في قادم الفيديوهات الأخرى. ولكن إن كنت مهتم في هذه القصة إذا تابعنا لنتعرف عليها. أما الآن اشترك في القناة، فعل جرس التنبيهات لسيك في جديد، ولا تنسى لايك أسطوري، تعليق محفز، وليتس جو في هذا المقطع الأسطوري. طيب يا جماعة إذا البداية ستكون من خلال موزان ملك الشياطين. هذا الشخص يا جماعة هو أصل جميع الشياطين، الذي كان سابقا مريض بمرض كان سيقتله، حتى أنه ولد ميتا ولكن بمساعدة أحد الأطباء جعل منه شيطان، ولكن رغم ذلك فقد القدرة على التمشي في وضوح النهار. ومن هنا بدأت مهمة موزان بأنه يريد الحصول على الترياق لكي يتمكن من المشي تحت أشعة الشمس. هذا الشيء الذي كرس فيه موزان كل حياته آلاف السنين وهو ينتظر الحصول على شيطان يمكنه مقاومة هذه الخاصية، خاصية الشمس، وبذلك يلتهمه ويمتلك تلك القدرة. ومن هنا يا جماعة بدأ ميلاد الشياطين، ولد الكثير من الشياطين والذين سببوا بمصارعة الكثير من البشر، قتلوا الكثير من الأبرياء، وطبعا بظهور الشياطين قد ظهر صائدو الشياطين، هؤلاء النبلاء الذين يكرسون حياتهم من أجل إنقاذ البشرية من هذا التهديد الكبير جدا. ولكن يا جماعة موزان في أحد اللحظات أو في فترة من فترات زمانه قد تمكن من إنشاء شيطان جديد وقد أعطاه دماءه، ولكن للمرة الأولى ذلك الشيطان تمكن من مواجهة الشمس. كانت هذه الفتاة هي نيزوكو أخت تانجيرو. تلك الفتاة يا جماعة قامت بمقاومة الشمس ولديها خصائص قوية جدا، رغم أنها في حياتها ما التهمت بشريا إلا أنها كانت قوية جدا. فكما نعلم أن سير الشياطين كلما تلتهم البشر أكثر تأكل دماء البشر أكثر تزيد قوتك، ولكن الأمر معاكس تماما بالنسبة لنيزوكو التي كانت معجزة حرفيا. وفي أحد الأركات أين سقط القمر العلوي الرابع والقمر العلوي الخامس شاهدنا هناك نيزوكو لأول مرة تمشي تحت أشعة الشمس. ولما وصل الخبر إلى موزان هنا قد جن جنون السيد حرفيا يا جماعة، وكان يريد الحصول على نيزوكو مهما كلف الثمن. انطلق القتال الأخير بين الشياطين وصائدي الشياطين، وفي الأخير شاهدنا أن الحاشرة كانوا ندا للند أمامهم، فقد الكثير حياته وقد أصيب الكثيرين، والقتال الأخير ضد موزان لم يكن أبدا لينتهي لولا أشعة الشمس. ولكن يا جماعة نعلم أنه في آخر اللحظات تمكن موزان من سجن تانجيرو، وقد كان يريد السيطرة على عقل تانجيرو. تانجيرو تحول إلى شيطان، وهنا كانت ستكون المفاجأة. ماذا كان سيحصل؟ تخيل فقط معي يا جماعة ذلك الشخص الذي يمكنه أن يقاوم أشعة الشمس وهو أيضا أقوى من موزان، هذا الشيء الذي قاله موزان حرفيا بالفم الواحد، أين قال تانجيرو أنت الشيطان متكامل، قم بقتل الجميع واستول عليهم جميعا، أنا أضع كل ثقتي فيك. لو حصل ذلك يا جماعة كنا سنشهد أنه عالم البشريين كان سينتهي. تانجيرو وحيدا سيقوم بقتل الجميع، سيقتل أصدقاء ويقتل الأبرياء، يقتل الجميعين، فهو سيكون الشيطان الوحيد الذي سيتفوق على موزان. موزان ذلك ملك الشياطين الذي تكلمت عنه كثيرا وقلت أنه يعتبر من أقوى الشياطين، حتى الأقمار العليا يرتعدون عند سماع اسم موزان، وما بالك بتانجيرو هذا الشخص. هل كان سيظهر شخص يتمكن من إيقاف تانجيرو؟ الأمر شبه مستحيل، فعالم البشريين سينتهي، الشياطين سيحكمون العالم، تانجيرو سيكون القائد الأعظم. ولهذا يا جماعة أظن أن الكاتبة فكرت بالأمر ووقفت ذلك التحول
من لأنها ستكون في مصيبة كبيرة جدا لو أكملت بتلك القصة، فلن يظهر أبدا شخص يمكنه التغلب على تانجيرو. والدليل على هذا الكلام هو موزن بحد ذاته، فكما نعلم يا جماعة أن موزن قد تقاتل مع العاشرة أجمعين، تقاتل معهم طول النهار أو طول الليل حتى النهار حتى مطلع الفجر، وكان يقاتل حتى لو وصل لم يكن أبدا سيخسر، حتى أنه أيضا تلقى السم من هاشرة الحشرة تلك، فقد كان ذلك السم يعمل كمميت أمام القاتل الشياطين أو أمام ملك الشياطين واللي هو موزن، ولكن رغم ذلك قد قاوم، وفي الأخير الشخص الذي انتصر عليه، أو لا أقول الشخص بل الشيء الذي انتصر عليه، هو أشعة الشمس العدو اللدود للشياطين. وبهذا يا جماعة يمكن أن تكون خلاصة الكلام أنه لو تحقق ذلك الأمر كنا سنشهد تانجيرو يتمكن من التغلب على الجميع ويقتل الجميع ويكون شيطان لا يمكن إيقافه أبدا. وبهذا يا جماعة في هذا الفيديو القصير تكلمنا حول هذا الأمر، أرجو أنه قد أعجبكم. أما الآن إلى اللقاء في قادم الفيديوهات التي ستكون أفضل إن شاء الله.